my privilege to start the session now with Mr. Muhammad Al Muzaffar. Thank you. أنا بداية يعني أذكر عن بلدي وهذه تفضل عمان أو تفضل عمان معروفة هي دولة من دول الخليج والتعاون والجيران من الإمارات والسعودية والتونس فهذه عمان بعد سيد كانها مليونين وسبعمية أما عن الجمعية فهي جمعية مقرها في مسقط مسقط عمان العاصمة عام 2006 يعني حتى تأتي مسقط رئيسة جدا كانت أيام الأمطار الظلم في 2006 وفي حين نشرت آلاف من المتطوعين مشاركة إخواننا في تسليم الأحصار فهكذا بدأنا يعني أما عن الرحلة فما لأجمعنا من خلال جوانب الإسلاميين أسد ورب العالمين أسد البشرية كما أسد المية أسد رحمة البشرية كما أرضي الرحمة المدينة لدينا رسالة أساسها الرحمة لله والدافع العمل وهي رؤيته فهي الطريق إلى الجنة وهو دافع قوي للمتطوعين وللمسلمين. طبعا انا احب ان اذكر يعني من هذه الكلمه هو الاستفاده ان نستفيد من النقاط واذكر سر نجاح فريق الرحمه سر نجاح فريق الرحمه هو اخلاق المتطوعات تغطيه للمتطوعات وحليم المتطوعين. فمن كثر من المتطوعات والمتعاملين مجموعة من المتطوعين ما هي رؤيتهم؟ عادة رؤية
أهدافنا مساعدة العوائل تقديم المعونة المالية في الإيتام في المحتاجين في المطلقات أيضا الثورات من الدول الكبيرة أيضا لنا مساعدة المحتاجين للحصول على العمل. عندنا الآن في أكثر من 40 عائلة نقدم لهم معونة شهرية، معونة من يعني المحلات نقدم لهم معونة شهرية أموال من الدخلاء المحليين. أيضا نقدم أيضا يعني من أعمالنا أن نجمع الأثاث المستخدم كهربائيات من العوائل ونقدمها للعوائل المحتاجة. أيضا مساعدة الشباب والعوائل لإيجاد وظائف يستفيدون منها من الفرص. مشاركة كثيرة بجانبنا فيها بالمساعدة المحسنين في تقديم الخدمات هذه أو تقديم لهم دورات وإيجاد وظائف لهم بشكل أو بآخر، ونشجع أيضا قضية إنشاء الشركات المضيرة هذه في البيوت كانت في عمل الملابس إلى آخر. أيضا في بداية المدارس والكليات نعمل على توفير الأشياء الأساسية للطلبة من الحقائب المدرسية وإلى آخره، وأيضا نقدم المعونة المادية للطلبة المحتاجين في الكليات. في شهر رمضان، طبعا شهر رمضان هو شهر مبارك يكثر فيه الكسوات ويكثر فيه العمل. في 2011 رمضان الماضي قدمنا مبالغ لسماحة الصدقات في معدل أو قريب من 250 ألف دولار في هذا لعدد كبير من المحتاجين في العاصمة وخارج العاصمة. طبعاً قضية الأعصار مرينا أعصار في 2006 ويجي هون في الكلام فيدخل فيه كثير من المتطوعين.